فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الإسلام بغرض السياحة، علما بأن هذه البلاد يوجد فيها منكرات كثيرة واضحة ولا ينكرها ذاك الشخص؟ لا تذهب إلى المنكرات، عافيك الله. السياحة ما هي بلازم، نعم، تسيح في بلاد ما فيها منكرات، الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.